قبل بجمعة ملي يتوقف شفيق يدافع عليه، فما شكون نصحه قال له راهو العركة هذه مش عركتك وأخرج منها. قال لي ظهر لي عنده ارتباطات أكثر من صديق مع شفيق جرية. بعد ما توقف شفيق زادة كيف كيف خرج هو وسي برهيم سايس وقالوا أنه يعتز بصديق رجل أعمال متورط مع علق به، يعني تهمة تآمر على أمن الدولة ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي وكأنه الحكاية مصدر للفخر. النجم بونس بالنسبة لسفيان النجم نفهم علاقة شفيق به، يقول هو قف معاه انتر جيمي وقت ولي فما تراح متاع سياسة ومتاع كامبين ومتاع تخريب أحزاب ومتاع انفلتراسيون ومتاع علاقات أجنبية مشبوهة وقت تولي مشكلة. وفي الأخير عزيزي المشاهد لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو على اليسار للاشتراك معنا في القناة. اشترك الآن وريح قلبك.